جزاكم الله خيرا. هذا السائل توفيق يقول: سمعت من أحد المتحدثين بأن من مات ليلة الخميس أو نهار الجمعة وقاه الله من فتنة القبر، هل هذا وارد؟ لا أعلمها لهذا أصلا، لا أعلم لهذا، إنما المسلمون يعني يرجون لمن يموت يوم الجمعة، يرجون له أنه يحصل على فضل الله واسع، لكن الدليل لا، أنا لا أعرف دليل على هذا.